السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفنا في الفيديو اللي داز هضرنا على الروتور، شفنا كيفاش نبدلو الكود ديال الواي فاي، كذلك كيفاش نماسك الواي فاي ديالي، وكذلك كيفاش نديزاكتيفي الواي بي اس اللي هي واحد الثغرة اللي يخترقوا منها الواي فاي. بالنسبة لأي واحد ما شفش الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط الفوق على الشاشة، وكذلك غادي نخليه لكم في الوصف. دخلوا شوفوا داك الفيديو، راه غادي تستافدوا منه. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نمنعوا المواقع الخبيثه من الروتور. يعني اي واحد عنده الواي فاي ديالك ما يمكنلوش يدخل داك المواقع الخبيثه، سواء كان الدراري ولادك سواء كان خوتك، اي واحد مكونيكتي يعني كيشتغل بداك الواي فاي ديالك امبوسيبل باش يدخل لشي موقع خبيث. كذلك بزاف الاسئله وصلوني على كيفاش نبدلوا المود باس ديال الروتور، ماشي ديال الواي فاي ديال الروتور، يعني داك الادمين. يعني في حالة شي عطيت الكود ديال الواي فاي لشي واحد، راه ممكن يدخل ويبدل ليا المود باس ويولي هو خدام ليه وانا ما خدامش. في هاد الحالة شنو خاصني ندير؟ خاصني نفورماتي الروتور ديالي من جديد. يعني باش نيفيتي هاد المشكل هذا، غندير موديفي المود باس ديال الروتور، ماشي ديال الواي فاي ديال الروتور، يعني داك الادمين، يعني غادي نشونجيه. في هاد الحالة اي واحد عطيتو المود باس ديال الواي فاي ما عندوش الحق يدخل للروتور. يعني الا دخل غيطلب له المود باس، والمود باس ماشي ادمين، يعني شي مود باس يكون معقد شويه. اول حاجه غادي ندخلو لاي نافيغاتور كما شفنا الفيديو اللي داز، وغادي نطابي الاي بي ديال الروتور ديالي اللي هو 192.168.1.1 كما شفنا في الفيديو اللي داز. هنا غادي نطابي ادمين كما كتشوفوا، هنا كذلك غادي نعاود ادمين. يعني بالنسبه لليوزر نيم ادمين، باسورد ادمين، وغندير لوغين كما كتشوفوا. هذا هو الروتور ديالنا. هضرنا الفيديو اللي داز على كيفاش نبدلو المود باس، كيفاش نماسكيو الواي فاي، كيفاش نبروتيجي الواي فاي ديال الواي فاي ديالي. اللي ما شافوش كنعاود نذكر، غادي تلقاو اللين الفوق، وكذلك غتلقاوه في الوصف، وغتلقاوه في اخر الفيديو ان شاء الله. بالنسبة الأسئلة اللي جاوني هي كيفاش نبدل المود باس ديال الأدمين، يعني المود باس ديال الروتور عفوا، يعني بالنسبة لذاك الأدمين اللي درت قبيلة خصنا نبدلوه، يعني باش لعطيت الواي فاي ديالي شي واحد ما يدخلش هو للروتور. أول حاجة غادي ندوز لهاد المانتونوس كما كتشوف هنا، انفو نكليك على مانتونوس غنلقى هنا اليوزر نيم أدمين. بالنسبة لليوزر نيم ما كيتشونجاش، ولكن الباسورد ممكن تشونجيه، يعني الكود غادي تشونجيه. أنا غندير واحد الكود جديد اللي غادي نعزل أي كود من عندي، ومن الأفضل يكون شي كود معقد وتعقل عليه غير بوحدك. من بعد ما طبيت الباسورد ديالي غادي نكونفيرمي، يعني غادي نعاودو وغادي ندير سيف. انفو غادي دير سيف، غادي ديكونيكتا خصك تعاود تدخل من جديد. غدير هنا ادمين، وهنا لتحت غدير الباسورد جديد ماشي ادمين. اون فوا طابيت الباسورد جديد غندير لوغين، وغادي يخدم عادي كما كتشوفوا. ها هو تبدل الكود ديال الروتور. هذا الكود ديال الروتور ماشي ديال الواي فاي، شفنا في الفيديو اللي داز الكود ديال الواي فاي، اما هذا الكود ديال الروتور. دابا الى عطيت لشي واحد، نعاود التذكير فقط، غادي نعاود الى دخلت هنا 192 نقطة 168 نقطة واحد غادي يدخل مباشرة، لأن ديجا مكونيكتي. غادي ندخل شي نافيغاتور واحد آخر بحال هذا مثلا، غادي نطابي 192.168.1.1 وغندير أونتر. هنا غادي يطلب لي الباسورد، غادي نطابي أدمين. بالنسبة للباسورد اليوزر نيم عفوا درت أدمين، بالنسبة للباسورد غادي نعاود أدمين وغندير أونتر. ما غاديش يدوز لان شونجيت الكود ديال الروتور، يعني خصني ضروري داك الكود جديد. الا درت هنا ادمين وهبط لتحت في هذا الباسورد ودرت باسورد جديد، في هذه الحاله غادي يدوز. في هذه الحاله ما غاديش يمكن لشي واحد عنده الكود ديال الواي فاي ديالك يدخل الروتور. في حاله الا كان عنده الكود ديال الروتور يدخل ويبدل الكود ديال الواي فاي. في هذه الحاله خصك ضروري تفورماطي الروتور ديالك، اولا ممكن غير يوقف عليك الكونيكسيون، يعني انت طالع عندك الواي فاي ولكن ما خدامش وهو خدام ليه، يعني كاينه هذه الطريقه كذلك. من الاحسن كما قلت نبدلوا الكود ديال الروتور ديالنا. بالنسبه للشيء الثاني هي كيفاش نحيد داك المواقع الخبيثه من الروتور. يعني اي واحد عطيتو الكود ديال الواي فاي يعني ما يمكنلوش يدخل داك المواقع الخبيثه. حنا كنعرفو بزاف ديال الدراري سواء كان خوتك سواء كان ولادك كيدخلوا لبعض المواقع، ماشي كلشي، ولكن كاين شي واحدين كيدخلوا لداك المواقع الخبيثه. الا درت هاد الطريقه اللي غادي نوريك دابا، ما عمر شي واحد يدخل داك المواقع الخبيثه.
اول شيء غادي ندخلوا لهاد انترفاس سيتاب، من بعد غادي ندوزوا لهاد لان. انا هبطوا واحد شويه كما كتشوفوا هنا في هاد بريماري دي ان اس سيرفر، غادي نطابي هاد الكود هذا اللي هو 1.1.1.3، وغادي نهبط لهنا لهاد لاكاز الثانيه غادي نطابي 1.0.3 انفو، نطابي هادو ومن بعد غادي ندير سيف. هنا في هاد الحاله ما يمكنش لشي واحد يدخل لشي موقع خبيث، في هاد الحاله غيتمنعوا المواقع الخبيثه من الروتور ديالك، سواء بالتليفون سواء بالبيسي سواء اي جهاز مكونيكتي بالواي فاي ديالك، ما يمكن ليش يدخل داك المواقع الخبيثه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى من اي واحد كيشاهد هذا الفيديو يشارك في القناه ويتفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وما تنساوش الجيم، وما تنساوش اي واحد عجبو هذا الفيديو يخلي لنا شي تعليق زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.